مساء الخير على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان. النهاردة هنتكلم معاكم في حلقة مميزة جدا، هنتكلم عن الصحة النفسية وهنتكلم عن الأكسسوارز وعلاقتها بالصحة، صحة المرأة أو شخصية المرأة. بما ان احنا في شهر المرأة وبما ان بكرة اليوم العالمي للمرأة وكمان عيد الأم معانا الشهر ده، فاحنا طبعا لما هنستضيف لازم هنستضيف مرأة. فاحنا النهاردة معانا في ضيافتنا، هو مش صراحة مش ضيف واحد بس، احنا معانا ضيفتين النهاردة هنتكلم عن حاجات كتيرة قوي. طبعا انتم متلخبطين ما بين ايه علاقة الاكسسوارات بالحالة النفسية او بالشخصية او بالحاجات دي كلها. لا هو بالعكس، هو طبعا ليها علاقة مهمة جدا. احنا النهاردة هنقدر نعرف دوت من حد مهتم جدا بالاكسسوارز وحد فاهم جدا في الصحة النفسية، ودكتور طبعا معانا النهاردة، هيبقى معانا النهاردة ان شاء الله في ضيافتنا دكتورة نشوى عبد التواب، مدرس علم النفس الاكلينيكي في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. ومعانا كمان النهاردة أستاذة دينا أنور، مديرة عمليات مصروفية، وهي كمان تعتبر من إحدى مؤسسي محلات بريميوم للأكسسوارز. اهلا بيكم النهارده يا جماعه، منورنا. وعايزين النهارده ان شاء الله بقى نوضح للناس كلها ايه العلاقه وايه التايتل اللي احنا حطيناه للحلقه المختلف ده خالص، يعني هي حاجه كده مختلفه اللي هو احنا يلا بينا. يلا بينا. عايزين النهارده يا دكتور بقى نتكلم ونعرف من حضرتك ايه اللي علاقه الصحه، يعني كلمينا الاول عن الصحه النفسيه للمراه اصلا. خلينا نقول ان الصحة النفسية اصلا معناها ان انا يبقى عندي قدرة على التكيف مع الاوضاع اللي انا بعيشها، يبقى عندي قدرة على ان انا اتأقلم مع الضغوط، ودي اهم حاجة. وبالتالي احنا لو بنتكلم على الصحة النفسية يبقى احنا بنشمل الاثنين، الصحة النفسية للمرأة والصحة النفسية للراجل طبعا. العافية زي ما احنا بنقول، الهناء الشخصي، ان انا ابقى احس ان انا فعلا حاسه بكل لحظه وكل لقطه في حياتي، دي مهمه جدا، دي بتشمل الصحه النفسيه. ده بيخليني لما يبقى انا عندي قدر من الصحه النفسيه، وبالذات للمراه، لان ليه المراه احنا بنقول ان المراه نص المجتمع، ومش عشان انا ست هبقى متحيزه للمراه، ولكن هي المراه كل المجتمع، لان المراه نص المجتمع بحكم جنسها كانثى، لكن هي كل المجتمع بحكم ان هي الام والزوجه والاخت والبنت وكل الحاجات دي، فادوارها كتيره جدا. ادوار المراه نفسها في حياتها برضو كتيره جدا، وبالتالي بتبقى معرضه لضغوط عاليه وضغوط كتيره قوي. فمعنى ان هي تبقى قادره في حياتها مثلا ان هي تحس ان هي قادره تتكيف مع الضغوط دي، قادره تتعامل مع الضغوط دي، قادره تتعايش مع الضغوط دي، مش طول الوقت في عصبيه، مش طول الوقت في نرفزه، مش طول الوقت في احساس بالحزن، بالاكتئاب، بالضيق، كل الحاجات دي معناها ان احنا في حاله صحيه نفسيه الى حد ما كويسه. يعني نقول درجه بسيطه من الضغوط، درجه بسيطه لمتوسطه من الضغوط، ممكن يبقى عندنا حاله من الصحه النفسيه. وبالتالي الشخص بناء عليه سواء مراه او رجل هتقدر ان هي تادي دورها في المجتمع، وتقدر تبقى منتجه، وتقدر تبقى ليها دور فعال في المجتمع بتاعنا. فدي ببساطه الصحه النفسية. لا حضرتك وضحتي جدا، يعني وضحتيها بطريقة كويسة، نتمنى ان المشاهدين يكونوا قدروا يستفادوا يعني منها. عايزين نتكلم مع أستاذة دينا. ازاي حضرتك، مشرفانا النهاردة. احنا عايزين نتكلم مع حضرتك فكرة ان انت اصلا عملتوا محل اكسسوارز، او جات الفكرة منين، قصة، لان في يعني المشروع ده كتير قوي يتكرر، فان انتوا تاخدوا الخطوة دي. بصي، هو الاكسسوارز طبعا دي حاجه يعني الناس كلها بتلبس، بس الاكسسوارز بقى بانواعها، باشكالها، بخاماتها، كل حاجه دي بتكمل، زائد ان هي بتنقذ مواقف كتيره جدا. انا أكيد. شخصيا بتحصل معايا، انا زي اي امراه عامله، انا في شغل مجال البنوك يعني وكده، فطبعا الضغط بتاع الشغل والوقت اللي بيخلص بسرعه والمسؤوليات الثانيه وكده، فبتصادف اني اخلص شغل يبقى عندي بعد كده مشوار او حاجه طارئه حصلت ان انا لازم اروح مشوار، مش هلحق اروح واغير والكلام ده كله. فبالتالي طب ايه اعمل ايه؟ طبعا لبس الشغل بيبقى غالبا فورمال، يعني اكسسوارز.
بالظبط، هي اللي بتحط التاتش الحلو على اللبس ده مهما كان شكله، مهما كان الستايل عامله ايه، لابسه فورمال او لابسه كاجوال، هو كده كده بيحط يعني ليه التاتش بتاعه. بس طبعا لازم نختاره بشكل معين وبطريقه معينه جدا، هرجع لحضرتك تاني فيها عشان نعرف ازاي نختار الاكسسوار بتاعتنا. بس هرجع للدكتور، انا يا دكتور محتاجه برضو اعرف من حضرتك شخصيه المراه، شخصيه المراه الست بتحب الجمال، بتحب كل حاجه، كل حاجه تبقى يعني بيرفكت. اها، فانا محتاجه اعرف من حضرتك هل ده ليه علاقه، يعني شكل الاكسسوار اللي بيتلبس بيختلف من شخصيه لشخصيه، بيختلف من حاله لحاله على حسب نفسيتها ومودها، يعني محتاجه اعرف ان فعلا علم النفس بيحلل ده. شوفي هقول لك حاجه، يعني يمكن انا بتكلم في نقطه النهارده انا مش درساها لكن عايشاها. بمعنى انا بحب الاكسسوارز، انا بحب التاتشات اللي ممكن تبقى على الحاجات البسيطه اللي ممكن تدي معنى للشخص. بالنسبه لي انا الاكسسوارز هي شخصيتي، بمعنى ان انا ده انا، ده ستايلي، ده طبيعتي. كل واحده، كل شخصيه، كل ست ليها شخصيتها. في الشخصيه الخجوله اللي ممكن تستخبى ورا قطعه اكسسوارز براقه قوي جميله جدا، هي تلفت الانتباه، قطعه الاكسسوارز تلفت الانتباه بعيد عن الشخصيه عشان ما حدش ياخد باله منها، كاني بستخبى ورا حاجه معينه. في شخصيه هي قويه قوي، فالشخصيه القويه قوي هتلجا لحته اكسسوارز غاليه قوي وصغيره، لعشان تبقى حته الاكسسوارز ما تغطيش على الشخصيه بتاعتها، عشان تفضل هي الشخصيه اللي واضحه. يمكن انا ما بعرفش قوي في تحليل الشخصيات، ودي اول سؤال احنا بنتساله كسايكولوجيست، ان احنا اول حاجه يقول لك طب حللي لي شخصيتي. يمكن انا ما بعرفش احلل الشخصيات قوي الا لما اجي اتفاعل مع الشخص، بس فعلا لما بشوف حد لابس بستايل معين بشكل معين اقدر اقول لك الشخص ده ممكن بيخبي ايه او بيداري ايه او بيظهر ايه او بيبين ايه. في ناس الجمال عندهم هو جمال خارجي، وفي ناس الجمال عندهم جمال داخلي. هتلاقي الناس اللي عندهم الجمال الداخلي اهتمامهم ممكن بالتفاصيل الصغيره اللي من بره مش واضحه قوي، فممكن يلبس الحاجه اللي هو بيحبها او الحاجه اللي هو مهتم بيها اكتر. الناس اللي جمالهم مرتبطين بالجمال الخارجي لازم هتلاقيه بيدور على حاجه تضيف لهم للجمال الخارجي بتاعهم او تلفت الانتباه للجمال الخارجي بتاعهم بشكل اكتر. يعني هو الموضوع في النهايه ان كل حد بيكمل الحاجه اللي ناقصاه بشكل معين، وبيختار منها قطعه معينه من الاكسسوار اللي بتبقى موجوده مناسبه ليه. وكل حد كمان بحسب ما هو، يعني لو حد مثلا مدرك ان واحده ست مدركه ان صوابعها حلوه قوي، هتلاقي كل اهتمامات الاكسسوارز بتاعتها في صوابعها. ليه؟ لان هي هتحرك صوابعها كتير، هتحرك ايديها كتير، فتبقى هي اللي لفت الانتباه بشكل اكتر. وهكذا بقى، حطي بقى كل واحد مهتم بايه في جسمه، شايف ايه حلو في جسمه، هيبتدي يطفي حته زياده عشان الحته دي تكتمل، او بالنسبه للصوره اللي في ذهنه تكتمل اكتر. واحنا عندنا في مجال علم النفس كمان في اضطرابات كتيره بتظهر نتيجه اهتمام الشخص بالجمال، حتى لو مش بالجمال ان انا احط بس حته اكسسوارز او حاجه زي كده. ناس عندنا بيبقى مثلا عندهم حاجه اسمها اضطراب صوره الجسم، يعني ناس عندهم بادي ايمج ديس اوردر، ده يعني ان هو يشوف واحده تبقى رفيعه جدا وبص تلاقيها ان هي بتلبس حاجات باجي قوي عشان تبقى، عشان شايفه ان هي لا هي مش رفيعه، هي شايفه نفسها تخينه. ففي بيبقى في ممكن يحصل نتيجه ان الواحد يدرك نفسه غلط بشكل خاطئ، ان هو يبتدي يعكس نفسه او يظهر نفسه بشكل خاطئ. وبرضو ضمن الاكسسوارز، بس مش مجرد بس الانسيالات والسلاسل لكن لو برضو شنطه، الشنط، السكارفات، الحاجات دي كلها، كل ما كانت كل حته فيهم بتعبر عن حاجه، وفي نفس الوقت ممكن تداري حاجه او تظهر جانب من جوانب شخصيه المراه. أو يعني هو بالظبط احنا زي ما قلنا ان هو كل حاجه ليها علاقه بالمراه، هي المراه بتحب الجمال، ما فيش ست في الدنيا في العالم كله ما بتحبش تطلع شكلها حلو، فهي بتهتم بالجزئيه اللي بتخلي شكلها احلى. ده اللي حضرتك وضحتيه لنا، ان كل واحده بتدور او بتسعى للي بيخلي شكلها احلى. بس احنا موضوع حلقتنا النهارده الاكسسوارز، وبما اننا بقى بنتكلم فيها فاحنا زي ما اخذنا الجانب العلمي من الدكتور، هنرجع للاستاذه دينا ونشوف بقى الجانب بتاع الناس اللي انت بتتعاملي معاها. انت بتتعاملي اكيد مع كذا سن وكذا مرحله عمريه بتدخل لك، وكذا كل حاجه مختلفه وكل سن مختلف عن التاني، ف
انت بتحسي بده؟ بتحسي فعلا ان كل كاركتر ليه بتيجي تنقي حاجه معينه من الاكسسوارز اللي عندك؟ ساعات من اتجاه ال 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 العميل اللي جاي بيشتري حاجه بيشوف هو متجه على ايه، حاجات السامبل ولا الحاجات الكبيره اللي هي تبقى واضحه قوي او كده، حاجه فيها فصوص، حاجه ليها بريق، ولا حاجه سامبل عادي اللي زي الحاجات النحاس، فضه، الستايل عامل ازاي، حاجه كاجوال، حاجه كلاسيك، يعني ساعات بيبان. او ممكن ساعات في ناس ما بتبقاش واضحه شويه فاضطر اقعد اسال محتاجه ايه، طيب بتدوري على حاجه لو في مناسبه معينه عايزه تجيب لها حاجه، لو حاجه سواريه كده هي دي، فعلى حسب بقى بشوف هي محتاجه ايه. تمام، يعني احنا كده يا جماعه معانا الاثبات اهوت علمي ومادي. يعني معانا الدكتور قالت ان البنات ليها علاقه، او الستات او المراه عامه بشكل عام ليها علاقه بالاكسسوارز والحاله النفسيه والحاجات دي كلها، وبرده استاذه دينا وضحت لنا الجانب المادي ان فعلا بندخل نبقى مترجتين حاجه معينه احنا عايزينها، كل حد كل شخصيه بيبقى ليها الحاجه اللي هي بتحبها. انا هرجع تاني لحضرتك يا استاذه دينا عشان حضرتك قلتي الفضه والنحاس. الفضه والنحاس دي معروفه انها بتبقى حاجات هاند ميد اكتر، يعني بتبقى دايما شغل هاند ميد وشغل عربي وحاجات كده، اللي بتبقى الحاجات بتاعه زمان دي اللي هي مش اي حد بيبقى فاهم فيها قوي، لانها بتبقى شويه الجمل اللي مكتوب عليها بتبقى تقريبا ليها علاقه بالحاله النفسيه، وده هنرجع له مع الدكتور نسالها فيه. فانا كنت محتاجه اعرف من حضرتك الدنيا عندكم في الكاتيجوري دي ماشيه ازاي بالنسبه للاكسسوارز دي؟ بصي الاكسسوارز الفضه والنحاس سبيشال، يعني مش كل الناس بتبقى مياله ليها، لان هي بتبقى انا بحس ان هي ليها طبع مختلف تماما، كلاسيكي. بصي مش كلاسيكي قوي، بس هو انا بالنسبه لي انا كواحده بحب الناحيه دي اكتر، نفسيا انا ببقى مرتاحه لها اكتر، بحس ان هي ممكن تبقى الحاجه انت لابسه كوليه تقيل وزنا يعني، لكن نفسيا انت مرتاحه. ايوه بالظبط، هو لايق. وفعلا سبحان الله الفضه والنحاس بالاخص دول بيليقوا على حاجات كتير قوي، على كلاسيك هتلاقيه بيمشي بالظبط، على الفورمال بيمشي بالظبط، على كاجوال هيمشي، على اي حاجه هتمشي. هم فعلا بيبقى لايقين على حاجات كتيره جدا، يعني بنستخدمهم عامه في اليوم ككاجوال، بالليل على توب كده ساده خالص ما عليهوش اي حاجه، بنحط عليه الكلي او يعني مهما كان ايا كانت القطعه شكلها بيبقى عامل ازاي، بتبقى شكلها حلو. على لبسه الساده هي هتغير المنظر تماما يعني. احنا شايفين حضرتك لابسه واحد شكله حلو طبعا. انا غالبا انا كده يعني ما بحبش الالوان الكتير، بس ليه بقى الاكسسوارز هي اللي بتغير. لا هو طبعا بيغير الشكل خالص، انا فاهمه حاجه زي كده. نرجع بقى للدكتور، وعايزين نعرف يا دكتور من حضرتك النحاس والفضه الاكسسوارز ديت هي بيبقى عشان هي كلام بيبقى ليها طريقه معينه، حاجات معينه، في ناس بتتعلق بالجمل اللي بتبقى موجوده على ده، هل ده ليه علاقه بالحاله النفسيه؟ احنا في شكل من اشكال العلاجات النفسيه عندنا اسمه العلاج المعرفي. العلاج المعرفي ده بيهتم اكتر بالطريقه اللي الشخص بيفكر بيها. فاحنا لما نيجي نعالج شخص بنبتدي ان احنا نشوف هو بيفكر في الموقف ازاي، بيقول ايه في الموقف. فاحيانا بنعلمه حاجه يعني زي مقولات، يعني مثلا اصحي الصبح قولي لنا عدي مثلا ايه جوانب القوه عندك، او اذكري كل يوم اذكري جانب قوه واحد فيكي، هتيجي باي ذا اند اوف ذا مانث او بنهايه الشهر بتاعك هتلاقي نفسك قلتي في نفسك 30 مصدر قوه. طب هنا بقى بيبتدي بقى بزرع قد شكل من اشكال الايمان، احنا بنسميهم بليفز، يعني معتقدات او ايمانيات، بتزرع شكل من اشكال الايمانيات عند الشخص ده بمجرد ان انت ابتديت بس تعد جوانب قوتك. طب انا عايزه اعمل للشخص ده قدر من التوازن في حياته، اعمل له ايه؟ زي ما ابتديت اول ما يبتدي الشخص يكتسب القوه دي ابتدي اعلمه بقى ان ايه، طب هو ايه مصادر ضعفك او ايه جوانب الضعف عندك، فيبتدي ان هو يعدد جوانب ضعفه. احيانا نعلم الشخص ان هو يقول جمله او يتكلم مع نفسه بشكل معين، وده في العلاج المعرفي عندنا اسمه تغيير حوار داخلي. انا بتكلم مع نفسي ازاي؟ انا مثلا لما بخش في موقف زي موقف النهارده
لو انا قلت لنفسي مثلا وانا داخله في التسجيل هنا او في اللايف هنا بقول لنفسي لا ده لايف انا هتوتر انا هقلق انا مش عارفه هيحصل لي ايه. استاذة دينا ده حد تقريبا كانت بره بتقول الكلام ده في حد معانا كده ما نعرفوش. لو انا بس قلت لنفسي طب يعني وفيها ايه يعني لو انا توترت موقف جديد على هو انت عملتي الموقف ده قبل كده؟ لا ده الموقف ده جديد ده لسه اول مره اعمله. طب حقك تتوتري ولا لا؟ لا حقي اتوتر. خلاص اتوتري بس خلي التوتر محسوب عادي. مجرد ان انت ادركتي ان انت من حقك تعملي الحاجه دي قلقك وتوترك من ناحيه الحاجه دي هيبتدي يهدى هتبتدي تفوكسي اكتر على اللي انت عايزه تعمليه وهكذا. فلما الواحد بيلبس حاجه ليها معنى عنده سواء معنى يعني هنقول ايه سبيريتشوال معنى روحي يعني او ايه قرانيه او مقوله مكتوبه بشكل يعني مثلا انا لابسه مثلا حاجه هنا في ايدي لست امام عيني ولكنك كل ما ارى انا وابني لابسينها مع بعض ليها علاقه وابني مسافر وابني مسافر فدي بالنسبه لي اتس لينك يعني شكل من اشكال الرابط ما بيني وما بين ابني. أوكي انا شايفاها كده انا شايفاها كده فاحنا دي بتحسسني ان هو بعيد قريب موجود. الحاجات دي بتخلق بتغير النفسيه. احنا قادرين على تغيير نفسيتنا للاحسن واحنا قادرين على تغيير نفسيتنا للأسوأ. بالظبط اختار اتس يور تشويس. احنا دايما بنقول انا بقول للمريضه عندي ده خيارك عايز تمشي في اتجاه ان انت تبقى احسن ولا في اتجاه ان انت تبقى في حلقه أسوأ. وبنبتدي نشتغل طب هنشتغل على ده ازاي ونبتدي نشتغل مش مجرد ان انا يعني مش مجرد ان انا البس حاجه وكده لا انا بعلمه الحاجات دي بيبقى كانه بيكرر الحاجات دي مع نفسه لانك انت بنتعلم بالتكرار. التعلم بيجي بالتكرار ده قانون الذاكره عندنا التعلم هيجي بالتكرار. فكرري الحاجات الايجابيه مع نفسك كل ما تلبسيها وتبصي لنفسك في المرايه كده وتلاقيها الكلام انت بتقريه مع نفسك ومعجبه بيه ومقتنعه بيه كل ما هيرفع الحاله النفسيه بتاعتك او هيغير الحاله النفسيه لحاله افضل ولشكل افضل ويخليكي تاكتي يومك او تتحركي في يومك بشكل بالفعل افضل. ليه؟ لانك انت اشتغلتي على افكارك في بدايه اليوم فحركتيها للاتجاه الايجابي بالظبط ان انت بداتي تدي لنفسك طاقه ايجابيه وتشحني نفسك بحاجه كويسه يعني ايجابيا كويسه فابتديتي تشوفي كل هديكي حد يضايقك في اليوم انت ما عندكيش النهارده قرار مع نفسك انت واخداه محدش يقدر يضايقني النهارده انا قرار اللي واخداه ان انا النهارده انا مودي حلو وجميل. ابتدي بقى شوفي جربي لو ابتديتي يومك بالعكس هتلاقي اقل حاجه بالظبط ضايقتك في مؤامره كونيه عليا يا جماعه انا مش قادره ده بيحصل فعلا. هو لو تسمحي لي انا في حاجه زي كده ليها علاقه بالاكسسوارز برضو ساعات الصبح ببقى اجي البس حته معينه الاقي نفسي تمام انا اليوم ده لطيف جدا ممكن في يوم تاني البسها الاقيها لا مش ماشيه معايا خالص اقلعها والبسها معناها تكون من الفيفورتس بالنسبه لي فبحس ان ده فعلا بيفرق جامد قوي وبيفرق لو انت كمان حطيتي الفكره في دماغك يعني انا فكره ان انا ايه انا بلبس الحته دي عشان الحته دي بتبسطني الحته دي بتريحني ذكرى شراء الحته دي حلوه لا يعني الاكسسوارز القطعه دي بتجيب لي حظ خلينا بصي عشان انا شويه ايه مش بس في ناس بتربطها كده بتربطها كده فبتشوف كويس قوي في اليوم بتاعها بناء على كده فدي حاجه كويسه دي بتبقى حاجه كويسه اللي هي اكتر اللي هو نفسيا انا لابساها فانا مبسوطه هاديه اكتر ولا لا ويوم تاني البسها لا مش ماشيه خالص مش حباها اللي هو مش ماشيه مع المود مش ماشيه مع الجو بس هي حته ان مثلا حد بيحب قطعه معينه سواء اكسسوارز او يعني الاكسسوارز ان جنرال سواء شنطه سكارف اي حاجه حتى لو طرحه الحاجات دي كلها هي بتربطها بان انا لبست مثلا انا عندي النهارده يوم مميز قوي انا هلبس الطرحه التربل مثلا وخلي بالك من حاجه برده وهتلاقيها برده حصلت لك قبل كده ان انت حاجه لبستيها في حاجه في 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 موقف بالنسبه لك كان الموقف طلع حلو قوي بالزبط. زي مثلا اول حاجه انت لبستيها في اول يوم ليكي هنا في القناه
او بالظبط هتبصي تلاقي نفسك الحاجه دي بتبسط انت، الحاجه دي ممكن تفكري فيها في اكتر من مناسبه. أيوة في اي مناسبه انت رايحاها ليها امباكت اللي ليها تاثير حلو عليكي او انت مستنيه من وراها حاجه حلوه هتلاقي دي بتتفقلي بالحته دي. والله انا فعلا كده يعني، انا الخاتم اللي انا لابسه فيه دي انا بحبه جدا يعني، انا جبته اصلا في يوم كده مميز وبحبه جدا، فما بقلعهوش تقريبا من ايدي خالص دي فعلا. يعني ودي فعلا. طول بس هو ملوش علاقه بالحظ، انا مش بقتنع شويه بحته الحظ دي، شايفه ان هي يعني ليها جانب تاني يعني، ده ليها حلقه تانية اصلا هنتكلم فيها. بس انا مبسوطه بيه، بس شايفه ان انا بحبه، هو ليه معايا يعني ذكرى معينه، فما بعرفش اقلعه من ايدي. واللي جه معاه حاجه حلوه بالظبط. اه كل الاحداث اللي حصلت يوميك كل حلوة. الاحداث اللي حصلت اللي بعد قيمة. كده اصلا يعني عامه طول ما انا بكون لابساه خلاص فبقى جزء مني. أيوة. جزء من لبسي. أيوة. ما اعرفش يعني لو صحيت الصبح وما لقيتهوش موجود مثلا، لا ما ببقى متضايقه، حتى لو لابسه برضو نحاس يعني خاتم تاني نحاس، لا لا متضايقه في حاجه غلط، وافضل اقلب الاوضه يا جماعه فين الخاتم يا اطلع. بس فهو هي فعلا انا مقتنعه جدا بحته ان في حاجات بتربط الناس ببعض يعني، او بتربط الاشخاص بحاجه معينه بالظبط. هي عامه دي ان جنرال في شخصيه الناس كلها، مش بس في الاكسسوارز يعني، في حاجات كتيره قوي في حياتنا ده بيحصل. صح. في ناس بترتبط باماكن معيشتها لدرجه انها ما بتعرفش تغير مكانها، ترتبط ب في اطفال بيعانوا من يبقى الطفل مرتبط ببطانيته او بلعبه عنده بالزبط. فبتاخدي وقت طويل جدا قبل ما تعملي له تفصليه عن الحاجه دي، لان هو المفروض ان هو كبر عليها او يعني حاجات زي كده. فدي فعلا لو الواحد بيربي العلاقه دي، فممكن في ناس بتتربى عندهم العلاقه دي ولكن بشكل اكسسيفلي شويه او بشكل زياده بزياده شوية. على حسب بقى الشخصيه وعلى حسب البيت. انا مقتنعه جدا ان يبقى على حسب البيت، والبيت ده يتمثل في الام. واحنا لسه بنكمل حلقتنا عن الحاله النفسيه والاكسسوارز وصحه المراه وكل الحاجات الكتيره قوي دي، بس هنطلع فاصل معاكم وهنرجع لكم تاني، استنونا. Thank you.
رجعنا لكم تاني ومكمل معاكم برنامج الأصل مصري، ومعانا في ضيافتنا دكتورة نشوى وأستاذة دينا، وهنكمل حوارنا عن الاكسسوارات والحالة النفسية للمرأة وصحة المرأة عامة يعني في الحالة النفسية. أستاذة دينا، كنا عايزين نتكلم مع حضرتك ونعرف أفكار الهدايا اللي بتتعمل عندكم في المحل، يعني أنتوا بتعملوها بناء على إيه؟ شخصية اللي بتجيلك بتسمعي منها ولا بتبقى أي حاجة وخلاص كده؟ ممكن نساعد، بس بنشوف الأول أنتي محتاجة إيه. تمام. طبعا كل واحد والبادجت بتاعته أكيد. أو أنا عايزة أدفع كتير ولا أدفع قليل؟ أوكي. كده كده اللي عندنا ما بيدفعش كتير. طب خلاص احنا كده الناس تروح بقى، الناس تروح هناك يا جماعه، ما ندفعش كتير. لا لا لا، اللي هيجي ما يعني ياخد كل اللي هو عايزه، مش هيدفع كتير خالص ده اكيد. لان ده كونسبت عندنا يعني. اوكي. لا يعني مثلا الفالنتاين، تمام، في شهر 2 طبعا كله هدايا، وطبعا كله احمرات اكيد. ف اللي كنا عملنا البوكسز، بقينا بقى ايه نقلب فيها، مره دبدوب مره مج، طبعا الشوكولاته طبعا ده اكيد اكيد طبعا. الجديد بقى عملنا حاجات بدل الشوكولات، مش عايزه اقول الاسم عشان البطاطس المحمره. اوكي. اوكي. هي فعلا فيها بطاطس يعني، بس برضو يعني متزوقه ككادو بتاعه. بس طبعا ده بطاطس دي يعني استخدام يوم يعني، هتاخدها تاكليها، بس العلبه والشكل يعني موجود يعني مش كله. والهديه جوه. والهديه يعني فما يعني في حاجه يعني هتنبسطي بالهديه وهتاكليه برضه. اوكي. طيب ده حاجه اتنين في واحد يعني. أيوة بالظبط. البنات اللي بتحب الاكل هتاكلي وهتاخدي هديه برضه. بالظبط يعني هتحلي وهتحدقي وكل حاجه، غير بقى الشكل بقى، في حاجات على حسب بقى، ممكن بوكس تبقى في حاجات طبعا الناس بالنسبه لها فالنتاين عباره عن كونسبت، هو عباره عن شوكولاته. ففي ناس كانت يعني بتختار ان بنعمل لها، طب خلاص يعني البوكس كله عباره عن يعني كنز من الشوكولاته بانواعها باشكالها، مع برضو الكادو والحاجات دي، فكنا بنحاول ان احنا نعمل اشكال مختلفه يبقى ليها برضو حاجه يونيك عن التقليدي، يبقى في تنوع شويه عن الحاجه التقليديه اللي احنا بنشوفها. بالظبط. طب يا دكتور، بما ان بقى استاذه دينا قالت ان في ناس في كاركتر كده تخش تاخد الشوكليت والحاجات دي، هي المفروض ان الهديه رايحه لحد، حضرتك بتصنفي ده في ايه؟ يعني ان هو اصلا واي كل البنات ماشيه عليه، احنا كلنا بنحب الشوكليت، احنا كلنا هناكل شوكليت، فهو بقى موضه، ولا في فعلا شخصيات هي اصلا عاشقه للشوكليت؟ لا، في شخصيات عاشقه للشوكليت، لان انا في شفت شخصيات غير عاشقه للشوكليت، لدرجه ان انا استغربت، هو في حد يا جماعه ما بيحبهاش يعني؟ يعني في ناس كلها بتحب الشوكليت، الواحد بيحوش نفسه اصلا لما يبقى في ايده بار شوكليت، بيحوش نفسه ان هو يكمله لغايه الاخر يعني، عشان يعني جسمه والحاجات دي. لكن الشوكولات ليها علاقة، أو الشوكولاتة عموما ليها علاقة بحاجة اسمها عندنا في الدماغ هرمونات السعادة. هرمونات السعادة دي عبارة عن موصلات عصبية، يعني هرمونات بتفرز في مستوى الدماغ من خلية لخلية عشان توصل النبضات العصبية داخل الدماغ. فاحنا كده كده جسمنا ودماغنا بتفرز الحاجات دي، بتفرز المواد اللي موجوده في الشوكولاته اللي بتسبب السعاده، فلما انا بتفرز انا ببقى سعيده اصلا، فلما تاكلي الشوكولاته هي بتعلي نسبه افراز الهرمونات دي، بتنشطي افراز الهرمونات دي على مستوى الدماغ، فده اللي بيخلي شخص كتير ناس لما يبقوا سعاده ياكلوا شوكولاته. حد هيقولي طب ما الناس لما احيانا بتكتئب بتاكل حاجات برضو يعني زي الشوكولاته والايس كريم والحاجات دي، وبرضو ورغم كده هي بتبقى عندها اكتئاب. هنا المواضيع بتبقى حاجه مختلفه خالص، هي هنا بتبقى اللي نشيط عندها هي حاله الاكل نفسها، يعني النشيط هو الهرمونات اللي ليها علاقه بالاشارات العصبيه بتاعه الاكل، فبتاكل لانها في حاله نفسيه داون قوي او مكتئب قوي، فتاكل حاجات بشكل مش هتفرق معاها، فبتاكل بشكل كتير وبشكل غير طبيعي. لكن الشوكولاته عموما اثبتت دراسات كثيره جدا ان هي ليها علاقه مباشره بهرمونات السعاده اللي بتفرز على مستوى الدماغ نفسه، اللي هي الموصلات العصبيه بتاعه الجهاز العصبي اللي هو المركزي اللي هو العلوي بتاعنا بتاعه الدماغ، فبتاثر عليها بشكل عالي جدا. بالاضافه على ان الشوكولاته اصلا طعمها حلو يعني، بالظبط. محدش يقدر يختلف في الموضوع ده يا جماعه، الشوكولاته طعمها حلو.
ايوه هي فعلا يعني الشوكولاته بتخلي الواحد يخش في مود تاني بقى اللي هو مود الاستمتاع. ايوه وبالذات اه الشوكولاته دلوقتي انا مش عايزه اكلم حد. برافو بالذات لو انت بقى خدتيها كده يا جماعه ايه انا مش عايزه اتكلم حتى دلوقتي. أيوة انا عايزه اركز انا بعمل ايه بالظبط. يعني سيبوني اركز في ناس عندها اصلا هوايه انها بتختار الانواع بتاعت الشوكولاته ومذاقات الشوكولاته يعني كل حاجه بتبقى كده. في ناس دارسه الموضوع قوي يعني اللي بتبقى مش هقول لك في ناس دارسه فعلا. ايوه الحقيقه بتتكلمي مع خبره هنا. ايوه ما شاء الله إيه. كل واحد ليه التخصص بتاعه في الموضوع ده. طيب يعني ده حاجه ده يعني احنا يا جماعه دخلنا كذا حاجه تقريبا الموضوع بتاع المراه النهارده يعني هيبقى شايق عشان هي المراه فيها حاجات كتيره قوي فيها ليها جوانب كتيره جدا. المراه متنوعه دايما بالظبط. احنا على طول يا جماعه مختلفين يعني انتوا بس انتوا اللي حاطيننا في حته النكد دي بس والله لا خالص احنا فرفوشين جدا والله يعني هاتلنا شوكولاته عشان تتجنبوا. ولسه هقول لك حاجه يعني ال- 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 المراه طبعا زي المراه زي ما الراجل شخصياته ونقدر نقول ان هما كاتيجوريز الراجل الرجاله كاتيجوريز المراه برضو كاتيجوريز. انا مش هقول ان مفيش مراه نكديه لا في مراه في ستات بتسعى للنكد بايديها ورجليها يعني معلش انا اسفه مش يعني. عندنا دول ما مش عندنا لكن احنا الغالبيه العظمى مننا كشعب عربي وكشعب مصري كستات مصريات احنا بساط جدا بالظبط يعني اقل حاجه بتفرحنا بس يعني يا ريت الحاجه البسيطه دي تتعمل في الوقت المناسب هي دي التركه الوحيده بس ازاي تعمل كده في الوقت المناسب هتلاقي المردود بتاعها مختلف خالص هتلاقي فواحده شوكولاته اي نعم الشوكولاته دلوقتي بقت غاليه وبقت يعني اسعار بتاعتها بس الشوكولاته 10 جنيه والله بس يا جماعه لسه والله فبصي تلاقي يعني هقول لك يعني ممكن ست تخش عليها بشوكولاته ب 10 جنيه تقول لك تتبسط جدا لان الفكره ايه ان وانا بره وجوزها بره هي جت على باله وان هي بتحب النوايا دي فجاب لها النوايا دي معاه وهو جاي وفي ست تانية النكدية بقى اللي احنا مالناش دعوة بيهم اصلا اول حاجة تقولها ايه هي ده اللي انت قدرت عليه هي عايزة ايه نكد معناها مبسوطة بيها برضه بس هتاخدها هتاخدها ولو قالها طب حتة لا ابدا والله ابدا طب احنا عمالين نتكلم الصبح عن المرأة والرجالة بره هيزعلوا مننا قوي هنطلع نتضرب كلنا بره لا ما تخافيش طبعا احنا عارفين في جزء بتاع اكسسوارز في جزء يعني زي ما في للرجال في سوري للستات في للرجالة احنا ما نسيناهمش ايوه بالظبط أيوة. فاحنا عايزين برضو نعرف يعني في ايه يعني الحاجات اللي انتم موجوده عندكم كاكسس الرجاله بيجي حد اصلا هو مهتم يجي ياخد ده ولا دايما بتيجي مثلا خطيبته اخته حد يشتري له يعني انت من التعامل بتاع حضرتك في المحل بيخش عليكم شباب كتير عايزين ده حقيقي فعلا بييجوا بيبقوا عايزين يجيبوا طبعا هي الفرايتيز بتاعت الرجاله محدوده مش زينا احنا بالزبط. احنا الوان واشكال واحجام وكل حاجه هم حاجتهم محدوده بس في يعني في عندهم الحاجات اللي برضو تليق مع الستايل بتاع كل راجل يعني سواء كلاسيك ولا شبابي شويه او الحاجات اللي هو بقى السكالز والجماجم والحاجات اللي هي بتاعت الشباب الصغنن ضمن الاكسسوارز برضو المحافظ الحزام برضو احيانا بيستخدموا سكارف برضو يعني هم ليهم انواع معينه من السكارف اللي بيلبسوها فبرضو يعني هم برضو دخلوا معانا في الحاجه اللي احنا لا 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 ما احنا يعني فاكرينهم عاملين لهم بارتيشن مخصوص ليهم بكل الحاجات اللي هم بيحبوها من ساعات وخواتم وبريسلتس برضو الرجالي محافظ بانواعها كل حاجه الايس كابس اللي عشان بيحبوا يحلقوا شعرهم يلبسوا الايس كابس مش عارفه ليه يحلقوهم يلبسوا بس ما دام هيلبسوا اوكي ما فيش مشكله تمام يعني هو كده تقريبا كل حاجه متوفره عندكم في المحل يعني موجود رجالي وحريمي طب احنا شايفين على الشاشه يا استاذه دينا ان في حاجات اللي هي حاجات الكريم بتاعه الجسم وبرفانات ونضارات في حاجات تانية كتير قوي غير الاكسسوارز وكده عايزين حضرتك تكلمينا بقى على كل الايتمز الموجوده في المحل النظارات طبعا حريمي ورجالي وساعات كل الحاجات اللي يعني بصي ما احنا قلنا متفقين كلنا ان احنا الاكسسوارز من كل حاجه من طرحه لاشارب لساعه لخواتم لكله اشاربات نظارات كل دي تحت مسمى الاكسسوار فهي دي الحاجات اللي بتجمل كل حاجه يعني حتى في المجات برضو
جبنا برضو حاجات اشكال مختلفه تكون أو عن التقليدي. عايزين نتكلم في الجزئيه بتاعت المج دي برضو يا دكتور مع حضرتك، ان كل واحد بيتعلق بالمج بتاعه ده بجد، يعني في جزئيه دي اقول انا ولا واضح ان في حاجه مشتركه اقول انا هو اي حاجه الواحد بيقضي معاها وقت لازم يبقى فيه علاقه ما بينه وما بينها. يعني انت مش هتقدري تقعدي على لاب انت مش بترتاحي التعامل معاه، ولا تقدري تستعملي تليفون انت مش بتقدري ان انت مش مستوعباه مش حاساه، ما تقدريش تقعدي على كرسي والكرسي ده مزعج في القعده بتاعته. فتخيلي انت بتشربي في حاجه وانت مش مستطعمه او مش حاسه ان انت شربتي، يعني انا مش قادره اعرف هو انا اللي كنت بشربه ده كان نسكافيه ولا شاي. فدي البني ادم بيبني علاقاته بالحاجه وبالذات من طول استخدامه للحاجه. زي اي حاجه عشره، احنا ممكن نقول ان هو عشره. ليه؟ لان حياتنا كلها مبنيه على التعود والمشاعر. عشان كده دايما في علاجاتنا حتى احنا دايما اقول ايه للناس، في حاجات ما ينفعش ان انا ادخل المشاعر فيها. يعني مثلا لما اقول ان انا ايه، انا بحب اذاكر الماده دي وبكره اذاكر الماده دي، انا بعلم الطلبه عندي مثلا ايه ما تقولش كده. ليه؟ لانك هتيجي على الماده اللي بتحبها تذاكرها كتير جدا، هتيجي على الماده اللي انت بتحبهاش هتكرهها. المجات كذلك. يعني انا برضو يعني يمكن هضرب بنفسي المثل عشان كده، عشان كده دينا بتضحك. يعني انا المج عندي ازمه وانا بشتري مج، يعني انا بجرب المجات اصلا لدرجه ان انا يعني المحل اللي اشتري منه يقعد صاحبه يتفرج عليا كده وانا بتعملي ايه على فكره المج فاضي. ما انا عارفه ان المج فاضي، انا مش بتخيل ان في حاجه، بس بتشوفي بقى لما اجي اشيله. طب ده تخيل بقى لما اجي اشيله في حاجه هيبقى يتشال ولا لا؟ طب ملمسه على البق اعمل ازاي؟ طب هو يعني شكله كده الشكل بتاعه عاطفي ولا مش عاطفي؟ حلو يعني مميز، حلو مميز تغيير ال ورغم كده انا الواحد بيقدر يغير الحاجات دي عنده بشكل كتير، عشان برضه هو طبيعه حياتنا هي قايمه على التغيير، على مبدا التغيير. فبترتبطي بالحاجه فتره وبعدين بتلوزي او بتفقدي اهتمامك بيها شويه لان خلاص انت هنا تعودتي عليها. فالشخص اللي عاوز دايما يبقى حياته متجدده تبص تلاقي ان هو بيغير في الحاجات دي بشكل يعني مش بشكل مزايد فيه، ولكن بشكل اعتدالي الى حد ما، نتيجه ان هو عايز بس يحس احساس تاني يغير الاحساس بتاعه يحط بس. ايوه، وده اللي بيحصل فعلا لما تيجي تشتري حاجه جديده. يعني تبقى انت عندك مثلا 15 خاتم ولا مزاجك النهارده ومودك عاوز تشتري الخاتم اللي لونه مش عارفه ايه او شكله كذا مش عارفه ايه او هلبسه في الصباع الكذا مش عارفة، عشان بيهيديني احساس مختلف، او انا محتاجه ان انا النهارده مبسوطه قوي فهكافئ نفسي بان انا اروح اجيب لنفسي حاجه جديده مختلفه، ادخل حاجه مختلفه على حياتي. هنروح فاصل وهنرجع لكم تاني، استنونا وما تروحوش في اي حته.
رجعنا لكم تاني مع دكتور نشوى ومع استاذه دينا، وبنكمل مع بعض موضوعنا عن الاكسسوارات والصحه النفسيه والحاله النفسيه والحاجات الكتير قوي بتاعه المراه اللي احنا مش فاهمينها ومعقده، برغم ان احنا كلنا ستات برضو. عايزين نسال استاذه دينا، ايه اغرب حاجه حصلت لك بقى مع الاكسسوارات؟ يعني موقف كده حصل لك، حاجه ضاعت منك، حاجه في اكسسوارز كده ما كنتش لاقياها ولقيتيها فجاه؟ ممكن اقول لك على موضوع ضاعت مني دي. يعني انا عندي خاتم ده فضه. وعلى فكره ده خاتم رجالي اصلا. اوكي. بس يعني هو يعني شكله اللي هو الستايل العربي اللي هو مفيش عليه الا كلام ولا حاجه، بس هو رسمته وشكله هو نفسيا معايا هو تمام. انا مبسوطه بيه، فده بالنسبه لي ده لازم انزل بيه على طول. ففي مره طبعا السقعه الواحد بينكمش شويه فعادي بقى طلع بقلب. احنا طبعا شنطنا على طول منظمه جدا جدا، مش محتاجه اقول وفاضيه على طول. بس مش عارفه كنت بدور على حاجه فبطلع وتعاملت عادي في يوم بقيت يومي وكده، فجاه ببص فين الخاتم. بس سبته، كان المفروض ان انا كنت في ميتنج، انا سبت الميتنج في الشغل، كنت وقتها لسه في فتره الشغل يعني، فسبت الميتنج وفجاه اختفى. هم افتكروا ان انا روحت التواليت او حاجه، فايه لقوني بقى خارجه مخضوضه جدا او في حاجه. فمهم يعني اتدور، طبعا انا قلبت كل حاجه، بمعنى كل حاجه في المكتب عندي، لغايه اما الحمد لله لقيته هو وقع في الشنطه. يعني في حاجه شدته، يعني اتشبك في حاجه فتشد. فدي كان ده كان مؤخرا يعني. اما بالنسبه بقى للاكسسوارز عامه، هي لقطه اللي هي من الشغل فجاه مشوار بره دي، ومش هلحق، مش هيبقى عندي وقت ان انا اروح اغير هدومي او اعمل اي حاجه، فعلى طول لو اغير اكسسوارز، اغير طرحه، لو في اشارب احطه او الحزام على حسب الهدوم، وخلاص اتعاملت كده شويه اديتنج كده، بصوت كده على السريع بنغير كده بيهم الدنيا. وبنرجع تاني نبقى حد تاني بقى. ده حقيقي بالظبط، انت بتشوفي نفسك مختلفه، حتى الهدوم بتشوفيها بطريقه مختلفه، ممكن تحبي اللون اكتر يعني. بالظبط. هو ده يعني يا جماعه، ده اكتر حاجه بتاكد مقوله ان لازم يبقى في ست في حياه اي حد، هي بتحط التاتش بتاعها في اي حاجه بتخليها تتحول 180 درجه، ما كانش 360 درجه. انا متحيزه جدا يا جماعه للستات، معلش. بس هو فعلا ما فيش مكان ما بيكونش فيه ست او بنت الا لما بيبقى الدنيا مختلفه، حتى هي في شخصيتها كمان مختلفه. بس احنا بنتكلم على الجزء بتاع الناس الاسوياء، صح يا دكتور؟ صح الناس اللي هي بتبقى فاهمه كويس، عارفه هي بتعمل ايه وحابه حياتها وحابه شخصيتها، هم دول بس اللي تقريبا بيقدروا يخلوا شكل الحياه مختلف والاحسن. خلينا يعني لما بنتكلم على الاسوياء، احنا بنتكلم على الشخص اللي هو يعني، يمكن انا بحب اعرف السواء بالثقه بالنفس. كل ما كان الشخص عنده قدره او عنده ثقه في نفسه، بيقدر ذاته كويس جدا، كل ما الشخص ده بقى قادر ان هو يتعامل مع اللي حواليه، وقادر ان هو يدي نفسه او يخلي يعني يحس بنفسه ويدي احساس للشخص الاخر اللي معاه، او يدي للشخص الاخر اللي معاه مكانته او اعتباره في حياته، مش هيحس ان هو تحت تهديد. ودي المشكله، ان احنا يعني مثلا لو ست متجوزه مثلا وهي جايه تخرج، جوزها علق لها على اللبس وقال لها اللي انت لابسه ده مش حلو. لو الست دي مع شخصيه يعني ما عندهاش ثقه بنفسها، وما عندهاش ثقه في ان الراي ده مش تحكم، الراي ده مش شكل من اشكال التحكم، ده شكل من اشكال ان هو عايز يشوفك في احلى صوره ممكنه، فليه ما اخدهاش بالتفسير ده؟ فعادي، طب ممكن البس ايه، طب فكر معايا، فيبقى كده انا خدتها بالشكل الطبيعي. الشكل اللي مش طبيعي ان انا مثلا ده عايز يتحكم فيا، ده عايز يخليني فبتقوم خناقه والخروجه بتتفركش يعني ومانيش خارجه فعلا. اخرج بقى انت لوحدك وشوف. فهي فعلا احنا حاله الـ 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 ان انا يبقى عندي دايما مرونه في تفكيري، ان انا ما اخدش ردك ليا على انه هو الرد الوحيد المقدس اللي المفروض ان انا اامن بيه، لا، في كلامك ده ممكن يبقى ليه معاني كتيره جدا يخليني انا لما افكر فيها اهدى من ناحيه انت بتنتقديني ليه، او انت بتقيميني ليه، او انت بتتكلمي معايا بالاسلوب ده ليه. كل ما كان عندي حاجه يعني بدايل لطريقه كلامك معايا، كل ما انا قدرت ان انا ابقى فعلا على المستوى السواء.
احنا اسوياء بنسبه 80%، ما حدش سوي بنسبه 100%، عشان يعني نبقى عارفين عندنا احنا بنلعب في 20% جنان و20% مرض و20% تعب و20% اجهاد و20% ضغط نفسي، قلق، اكتئاب، تفكير في حاجات المستقبل. ودي مشكله القلق عندنا، ان احنا دايما احنا لو قسنا للناس هي مستمتعه باللحظه الحاليه بتاعتها قد ايه، هتلاقي ما حدش واخد باله اللحظه الحاليه بتاعته فيها ايه. بالظبط، انت دايما مخك قدام خطوه، فقبل ما حد يقول لك ايه الموقف اللي حصل مش عارفه، احنا ما كناش في الموقف ده، احنا كنا في الخطوه اللي قدام، بنفكر في اللي جاي، في اللي جاي. فاحنا بنعلم الناس دلوقتي حتى حاجه اسمها مايندفولنس، ان انا ازاي ان انا اتعلم نفسي ان انا اركز، ابقى فولي كونسنتريتنج على اللحظه الراهنه بتاعتي دي، ازاي اعيش اللحظه الحاليه، لان ده اللي انا هي اللحظه اللي انا عايشاها في حياتي دلوقتي. اللحظه دي لو عدت مش هترجع تاني، واللحظه اللي جايه انا ما اعرفهاش شكلها عامل ازاي، ده مستقبل، ده مجهول، كل ما افكر فيه اكتر كل ما انا هقلق اكتر، كل ما انا هتوتر اكتر. لكن تعالي عيشي اللحظه الحاليه هتستمتعي. ليه؟ لان هتحسي ان انا وانا بقدم البرنامج انا حاسه بنفسي وحاسه بوضعي وحاسه بكياني وحاسه بقيمتي وحاسه بكل الحاجات دي، وانا في البرنامج كذلك. فاحنا عايشين اللحظه الحاليه دلوقتي، فالواحد بيستمتع، هيبتدي يستمتع بحياته كل ما هو بيعمل تركيز على اللقطه اللي هو عايش، يعيش اللقطه، يعيش اليوم، يعيش اللقطه زي ما هو. يعني دي يعتبر يعني شويه حاجات كده بتغششي بيها الناس المشاهدين ان هم يا جماعه لا، يعني دي مسببات السعاده. ازاي دي مسببات السعاده؟ ازاي تبقى مبسوط في حياتك، وده فعلا ازاي تستمتع بحياتك. الاستمتاع في حاجات بسيطه، الاستمتاع في وان انا بشتري حته الاكسسوري ما يبقاش دماغي وانا بهادي بيها حد، ما يبقاش دماغي فيه ايه يا ترى هتعجبه يا ترى مش هتعجبه، حسي بيها وانت بتشتريها، حسي هي غاليه ولا مش غاليه. اكيد دي طبعا الاسئله اللي بتجي لك، ايه رايك، حلو، تفتكري هتعجبها، تفتكري هتعجبها، الناس بتقيم الهدايا، انا هجيب، طب هو اللي هجيبها اللي هجيب له الهديه دي هو شايف ثمنها كام، ولا هيقيمها بشكل وخامه وكل حاجه. يعني مش هي مش كل الناس، ان احنا برضو في مجتمعنا ان هو شويه حته شويه بناخد بالمظاهر، هي دي بتبقى المشكله. ودي نقطه اللي احنا بنواجهها كلنا لما بنيجي نشتري حاجه، لما بنيجي نتعامل نفسيا مع حد، فدي فعلا بتبقى مشكله كبيره جدا لناس كتيره قوي. انا ببقى محتاره مش عارفه اعمل ايه. بس فاحنا يا جماعه النهارده اتكلمنا عن حاجات كتيره قوي، اتكلمنا عن صحه المراه والحاله النفسيه، اتكلمنا عن الاكسسوارز مع استاذه دينا. محتاجين بس كده كلمه للخاتمه من الدكتور، وبعد كده نرجع لاستاذه دينا. فمحتاجين يا دكتور بس نصيحه صغيره كده للستات سريعه. خصصي وقت لنفسك. تمام، نسمع الكلام يا جماعه. يعني 10 دقايق قبل ما نخش ننام اعمل فيها الحاجه اللي انا بحبها. ان كنت بحب اشرب نسكافيه بالليل، بحب اكل شوكولاته بالليل، بحب اقرا حاجه معينه، بحب اقعد في هدوء. خصصي كل، لو الست خصصت وقت لنفسها في يومها مش هتيجي في دماغها فكره اصل كله بيجي عليا، اصل انا ما حدش حاسس بيا، اصل انا دراما كوين. ايوه. فلو خصصنا وقت لنفسينا ولو 10 دقائق في اليوم، كله بيجي بالتعلم، كله بيجي بان انا يبقى عندي رولز، قواعد. تمام، فدي نقطه مهمه جدا. نتمنى ان شاء الله ان كل الستات اللي شافتنا النهارده تسمع كلام الدكتور. كلمه من استاذه دينا بسرعه. يعني اللي انا هقوله هيبقى مرتبط بكلام دكتور نشوى قوي، اللي هو البسي اللي انت مبسوطه بيه اللي هيخليكي مرتاحه نفسيا، هاتي لك حته الديكور الصغيره اللي تبقى تبص لها وانت مبسوطه برضو. فانا متفقه معاها 100%، لانه ده الاكسسوارز زي الحاله النفسيه، الحاله النفسيه بالظبط. بالظبط يا جماعه، احنا تقريبا ربطنا موضوعين ما لهمش علاقه ببعض خالص النهارده. احنا النهارده بنشكر دكتور نشوى، كانت معانا النهارده ومشرفانا، وبنشكر استاذه دينا جدا، وشكرا جدا على الشغل بتاع حضرتك في المكان بتاعكم. يعني احنا شفنا حاجات كتيره قوي حلوه، وبنتمنى يا جماعه النهارده ان شاء الله ان احنا كنا اسعدناكم، وان انتم تكونوا قضيتوا معانا ليله حلوه. وبنشكركم جدا، ونشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله على خير.